شفا 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 شفا، واو شو هذا المكان يا زعرور؟ والله إنه مكان أسطوري. نعم هذا مكاني، شوفوا كمية الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة في هذا المكان. ولك يا مجنون، من وين جايب كل هذه الشغلات؟ ومين أعطاك هذا المكان؟ بابا حبيبي أحمد روبلوكس أعطاني هذا المكان الرائع، في ألعاب، في جيمز، في كل إشي. أبوك بحبك كتير. نعم بابا بحبني كتير كتير، لأني أنا كل يوم بحكي له جبت علامة كاملة بالمدرسة. طيب أنت ما بتجيب علامة كاملة؟ نعم أنت دائما راسب يا زعرور. عادي عادي يا ليلي يا كركور، بابا ما بيعرف أبدا أبدا. أوه يلا عادي مش مشكلة، المهم إنه أعطاك هذا المكان كله إلك. نعم بتقدروا انت تلعبوا هون، بتقدروا انتوا تلعبوا هون كمان، وعلى هذا الجهاز وعلى هذا الجهاز، بكل مكان انتوا بتقدروا تلعبوا. واو والله كل اشي رائع هون، حتى في هون كمبيوتر. نعم في كمبيوتر، في لعبة دبابات، وفي كل اشي. واو لحد الان انا مصدوم. وبابا كل يوم بيعطيني مصروف عملاق، بيعطيني تقريبا 200 دولار. طيب وين بتحط الاموال يا زعرور؟ نعم وين بتحط الاموال؟ انا الان رح اخبركم وين أنا بضع الأموال. هسوس ولا كلمة. شوف هيا هذا المكان. وينك؟ هيني يا مجنون يا مجنين هيني. ايش هذا المكان؟ تعال تعال يا كركور، مش قادر أقفز. نعم في هوني شغلات بتمنعك إنك تقفز. ولا مكان سري ولا رائع. رجعي الأموال رجعي. طيب ماشي، خلينا سكر أنا بوابة هاي الخزنة. هاي والله أنا مش عارف أبدا أقفزون، بضلني أضيع الموقع السري. نعم لأنه موقع سري أنت حكيتها في فمك. طيب إذا عرف أبوك إنك أنت راسب بالمدرسة شو رح يسوي فيك؟ ما بيسوي إشي، بابا أصلاً بخاف مني لأني أنا بسوي بوكسينج بوم بوم بوم. والله إشي جداً أسطوري. فيلا ليلي العب في هذا المكان. يا سلام كركور وين ألعب؟ ألعب على الكمبيوتر تاني؟ يلا خلينا أروح ألعب. لا ستوب، إيش مالك؟ تعال هون ونظف المطبخ. إيش؟ أنظف إيش؟ نظف المطبخ. ليش مقلب هذا صح بتهبل علي؟ لا انا ما بتهبل عليك. استنى شوي بابا بيرن علي. الو يا بابا. الو يا زعرور، يلا انت روحت من المدرسة؟ نعم يا بابا. وين انت؟ انا يا بابا بالمكتبة جالس بدرس عشان اجيب علامة كاملة. اوه ممتاز، انا رح اجيب لك العاب اكثر واكثر واكثر. لا اسكت. شو كركور كركور معاك؟ نعم يا بابا معاي كركور. اوه يلا ممتاز، انا بحبك، ضلك جيب علامات كاملة. اليوم كم جبت علامة كاملة؟ اكيد يا بابا زادني المعلم 20 علامة. اوه ممتاز، يلا يا بابا مشغول ده ادرس. ايوه زي هيك، يا سلام رائع. ليش بتكذب على ابوك؟ مالك دخل، بدك هوني تنظف ولا لا؟ واذا بتنظف رح اعطيك بعطيك واحدة آيس كريم، أو بعطيك نص آيس كريم. ما بدي أنا آيس كريم. إيه؟ ليش توقعها على الأرض؟ يلا الآن أنت نظفها. لا ما بدي أنظفها. هاي شو بتسوي أنت التنين؟ هاي لازم أنتوا الآن تسووا وتلعبوا أشياء حلوة كتير. أنا ما بدي ألعب كركور. ليش؟ أنا حر، ما بدي ألعب كركور بالمرة. فيلا إذا ما بدك تسوي أي إشي وتنظف هذا المكان، اطلع برا هذا المنزل.
شرير. شايف انا ولا عمري رح انضف لك شغلة، انا بس راح احكي لك شو ايش رح اطلع برا هذا المنزل. انت غبي مجنون انت، شو اللي صاير هون؟ شو اللي صاير هون؟ هي يا ليلي، قال قبل قليل كركور ما بده ينظف فطردتهم برا المنزل. جد انت واحد شرير، ما بصير رجعوا. بدك تكونوا مع بعض؟ نعم. اذا يلا انت مطرود، انت الثانية. انت صرت متكبر، والله متكبر. انا بدي اروح مع كركور، ما بدي ابقى معاك. يلا روحي، ما بدي ارجع اشوفكم انتو التنين. جد انك واحد متكبر شرير. طيب يلا مع السلامة. يلا يلا يلا، بدي العب بكل مكان، هون وكمان هون وكمان هون، بكل مكان. ما بدي اخلي مكان الا والعب فيه، واي زيك في هوني هدايا اسطورية رح اهديها لو بابا عشان يضل يجيب لي العاب اكتر واكتر. شو رايك الان نلعب لعبه بتحبوها، وهي لعبه فورتنايت وماينكرافت وروبلوكس؟ يلا نلعب روبلوكس. يا سلام. الا يا بابا، خلينا اتصل بابا. الو الو يا بابا، قاعد انا بدرس بدرس بدرس، رح اتاخر اليوم. ماشي ماشي. اوه والله انه رائع زعرور يا سوسي. اه والله كل يوم برجع بحكي لنا انه اليوم جاب علامه كامله. اه والله يا سوسي، اطلع الدنيا الان صارت في الليل ولحد الان هو بيشتغل وبدرس. والله انه مسكين. انا حابب اني اهديه دراجة جديدة، عنده دراجة زرقاء قديمة. اه والله يا احمد، لازم نهديه، لان دايما دايما بحكي انه هو الاول على الصف، اول على المدرسة. اه والله يا سوسي، انا الان بدي اروح واشتري له هدية جديدة ودراجة جديدة. يلا 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 يلا. وانا الان هي، استناني استناني يا احمد، رح اروح معاك. يلا اركبي اذانا، هيا بنا. والله يا ليلي زعرور صاير متكبر. والله يا كركور كتير 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 صاير متكبر، ما بعرف ليش. قال بده يخليني انا انظف المطبخ تبعه، ما بيعرف اني انا ما بنظف المطبخ، يعني المطبخ تبعي. والله انه شرير، صاير شرير كتير كتير. اه والله، خلص تعالي نلعب في هذول البسكليتات الدراجات الهوائية. يلا يلا يا كركور، خلينا ننزل. يا بنا يا بنا، وي وي. يا سلام يا سلام. وابا شوف شوف ما اشترني، انا شاطرة كتير كتير بالدراجات. مثل هيك الدراجات افضل بكتير من اللعب عند زعرور. يلا تعالي معاي، تعالي اتبعيني يا ليلي. وابا انا ما بقفز في البسكليت، هيني انا قادمة. يلا يا سوسي، احنا الان بدنا نروح نشتري لزعرور دراجة جديدة كليانا، دراجة اسطورية وخرافية. اولا يا احمد، لازم لازم احنا بننزل في وسط الليل. ايش صار؟ يعني انت ما بتشوف؟ ما بتشوف؟ والله احنا اسفين. والله احنا اسفين، ما يعني ما كنا شايفينك. اوه استنى شوي استنى شوي، انت هو احمد روبلوكس؟ نعم انا هو احمد روبلوكس، انا هو المعلم الخاص بزعرور. واو كيف زعرور رائع جدا جدا، صحيح رائع. مين والناس نايمين؟ انت مجنون اشي؟ والله انه بزعلني، دائما بزعلني زعرور. انت وين طالع في هذا التوقيت المتأخر؟ انا رايح اشتري لزعرور بسكليت دراجة هوائية جديدة عشان هو جاب علامة كاملة في المادة الخاصة فيك. شو بتحكي؟ مع السلامة مع السلامة، انا لازم اروح. ليش بدك تروح؟ ليش؟ لانه بصراحة زعرور بكذب عليك، زعرور هو الطالب الوحيد الراسب بالمدرسة كلياتها. شو بتحكي انت؟ انت جد قاعد بتحكي ولا بتمزح؟ اكيد اكيد بمزح، اكيد بمزح. يا حبيبي يا حبيبي، انا بصراحة ما بمزح ابدا ابدا، ما بمزح ابدا ابدا. ايش؟ شو بتحكي؟ وعشان تصدق انا الان رح اعطيك، خذ تفضل، هذه هي ورقة امتحانه.
راسب يا حبيبي يا حبيبي. ماشي شكرا لك، انا اسف. اوه يلا عادي ومسامحك على الاصطدام في سيارتي. شكرا شكرا شكرا. يلا خلينا اروح انا على منزل الان. يا حبيبي يا سوسي، شو هذا؟ خلينا نرجع على المنزل نتأكد. خلينا نتأكد من انه الورقة هاي صحيحة وزعرور راسب ولا لا. صارت الدنيا صباح يا سوسي. هي انا خايف كتير كتير يا احمد. اوه يلا يلا مينا، خلص نسيكي منها نسيكي منها. يلا يلا هي سكر سكر الباب، ما بدنا اي ازعاج. يلا اني سكرت الباب، خلينا نقرأ زعرور احمد روبلوكس. نعم اسمه صحيح، جايب 0 من 20. شو هذا يا حبيبي؟ انا لازم الان اتصل في زعرور باسرع سرعة ممكنة واجيبون. والله اعاقبه. الو الو يا بابا. يا راسي الرياضيات بتدخل بدماغي يا بابا. تعال بسرعة المنزل. ايه طيب ماشي بابا، ايني قادم. يلا يا سوسي هيو جاي هيو جاي. شو بده مني بابا؟ دائما مغلبني بابا، دائما بغلبني. خلاص خلينا اسوي انا زي هيك، اركب الدراجة راجلي بابا جاب لي اياها. اكيد بابا الان بده يهديني كمان هدية، انا متأكدة 100%. يا سلام يا سلام، انا قادم يا بابا. جبت لي ايباد ولا هاتف جديد؟ ايفون برو ماكس اكس فيكس بيكس فو. 0 من 20. ظلم والله يا بابا، ظلم والله يا بابا ظلم. زعروري الله انت اللي بدك تختار. بابا ايش في ايش في يا بابا؟ زعرور منيح، انا كنت رايح اشتري لك هدية. ايش هي؟ هدية دراجة جديدة جدا 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 يا زعرور. طيب ماشي بابا، ايش هذول الاشياء اللي بتحملهم؟ هذول فقط ادوات يمكن استخدمهم قريبا. نعم نعم. وانا رايح اجيب لك الهدية، شفت معلمك؟ معلمي كذاب، هذا كذاب كذاب واحد بالعالم. لا 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 مش كذاب، اعطاني هاي الورقة. بابا ما ورقة شو هاي؟ خلص ما بدي اعرف انا ولا بدي احكي لك، اركب السيارة تبعتنا. ليش يا بابا؟ انا مشغول بدي ادرس. اركب. طيب ماشي يا بابا ماشي. يلا يلا اركب يا زعرو، احنا رح نربيك من اول وجديد. شايف المكان تبعك؟ اي مكان؟ اشتريت لك منزل وتعبت عليك وشقيت عليك، واخر اشي بتجازيني مثل هيك؟ ايش بابا قصدك؟ انا مش فاهم. زعرور انت مخادع وخدعتني وطلعت بترسوب، وانا الان رح اضع من هذا الليزر. شو هذا الليزر بابا؟ لا 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 لا، انا الان رح اضع من هذا الليزر على كل هذا المنزل. يا حبيبي نعم، رح نضع عليه ورح نسكر هذا المنزل تسكير كامل. لا بابا، مفكر فقط هيك يا مسكين؟ ايش بدك تسوي اكثر من هيك بابا الان؟ والله العظيم بابا اتصل بالشرطة. بالشرطة؟ اعطيني هذا الهاتف. يا بابا ايوه ايوه معايا. انت تماديت، انت تدلعت، انت اتمسخرت علينا وتهبلت علينا. ماما والله ما كان قصدي، خلص شيلوا هذا. يا حبيبي والله بوجع. نعم بكهربة، يلا اركب. وين وين تشوك اكتر من هيك؟ اركب بقول لك. طيب ماشي يا بابا. يا حبيبي يا حبيبي على اللي سويته، وكل هذا لسه انا بدي اتاكد زياده زياده. انا الان بدي اتصل بكركور وبليلي، وبدي اناديهم هون وبدي احكي لهم اذا انت راسب ولا ناجح. يا بابا لا والله، كركور ليليك صاروا يكرهوني ابليس. بابا ادخل. يا حبيبي يلا طيب اين انا قادم. يلا خليني انا الان اتصل بليلي وبكركور. الا يا كركور. يا نعم نعم يا عم احمد. يلا يلا تعال تعال بنتظرك. يلا انا وليلي. نعم او يلا ماشي. يلا
هيو جاي يا زعرور، هيو جاي يا حبيبي. يا بابا مين اللي جاي؟ يعني حعامل حالك مش عارفة، شوف على يسارك. يا حبيبي ليلي وكركور، قبل ما ندخل يا عمو احمد. ايش ايش يا زعرور؟ يا كركور وليلي، احنا ما بدنا نلعب مع زعرور لانه متكبر. اوه احلى واحلى، وهيك بطلتوا تكذبوا عنه. هي ممكن تفتح لي ولا انا ضعيفة؟ اتفضل اتفضل، ادخلوا ادخلوا. يا حبيبي اترحم على راحك يا زعرور، اترحم على راحك. اجلسوا. ممكن؟ اكيد اكيد، خلينا نرجع احنا نجلس يا سوسي. يلا يلا. هي ليلي كركور، كم علامات زعرور؟ ما بدي احكي انا. وانا كمان يا حبيبي. طلعوا كويسين وما بدهم يفضحوني. احكوا احكوا، هذا انا بعرف بعرف انه هو يعني ناجح علامة كاملة. نعم ناجح ناجح. هيو بكذب. ليش بتكذب يا كركور؟ هو مش صح تهبل عليك وحكالك نظف مفكرك خدام؟ والله كلامك صحيح، هو راسب بكل المواد، جايب 0 من 20. اوه نعم هو راسب. خلاص شكرا لك يا كركور، شكرا لك يا ليلي. يلا روح على الثلاجة خذوا ايس كريم واطلعوا. ياي شكرا. يا سلام. يا حبيبي والله كانك نادر. والله بابا بابا فضحني فضحني، شكرا. يا سلام يا سلام. يلا كركور. ممتاز ممتاز. زعروري زعرار زعرار زعروري، اول اشي ضربة على الراس سريعة هيك اتفتحت عداد. هاي ايه؟ لا يا بابا لا يا بابا لا. اي ليش؟ يلا وضربة على الراس مثل هيك. آي لا بابا لا. وبعديها انا بدي اسوي هاي الحركة، بدي اسكر كل البراد اللي موجودة في هذا المنزل. ليش يا بابا؟ عشان انت الان رح تنظف هذا المنزل. شو انظف؟ بدي اصير خدام؟ نعم بدك تصير خدام. افتح افتح افتح، وبدون انارة كمان. ويلا يا سوسية، انا الان عازمك على مطعم شهير وغالي والزعرور بحبه. ايش؟ يلا يا سوسي تعالي. يلا يلا يا احمد. هي طلعت بابا بابا. ايوه ايوه. لا لا بابا 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 افتح. يلا يا سوسي خلينا نروح احنا الان. ممتاز ممتاز. يلا خلينا ارجع انا. شو بده يصير في انا؟ راح انظف هذا المنزل بالكامل، والله انه كبير جدا. شوفوا ما كبروا، شو بدي اسوي انا؟ طلعوا والكبير عملاق، ما في مهرب من هذا المنزل ابدا ابدا ابدا. والله راح اتكسر. ليش هيك تسوي فيي يا بابا؟ كل هذا لاني انا اتنمرت على كركو. خليني اجلس هون. مسكر الكهرباء بالكامل، خلينا نضيفه.